بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمتين ونص، واللي في موسمه الرابع بنتناول الثورة والثوار والمتمردين والقادة اللي هم يعني كان لهم تأثير، وخدنا عينة كبيرة جدا من أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية ومن أمريكا نفسها، أمريكا يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وخدنا من بريطانيا ومن الهند ومن السند ومن بلاد المسلمين ومن مصر الحبيبة. والنهاردة هنتكلم على المحرر ده اسم اطلقوه جماعة في هايتي، ولو متعرفش هايتي دي موجودة في البحر الكاريبي. والمحرر ده هو اسم فرانسوا توسان، الرجل ذو الأصل الأفريقي اللي بيسموه حتى سبارتاكوس الأفريقي، يعني عشان هو من أصل أفريقي، وهو زعيم الثورة الهايتية ومحرر العبيد فيها. طبعا الجزر دي والبلاد اللي زي كده كانت مناطق لتجارة العبيد. اتولد توسان في سان دومونيك في 20 مايو 1743، وتوفي في 8 ابريل 1803، يعني قعد حين من الدهر ممكن يكون اظن 60 سنة بالتمام والكمال. فرانسوا توسان ظهرت عليه ملامح، تاريخ بيسجل انه كان يعني راجل متمرد، عنده رؤية عسكرية، عنده ذكاء سياسي. ازاي قدر توسان ده يحول مجموعة من العبيد الواقعين تحت الاحتلال الفرنسي في هايتي الى دولة مستقلة اثناء الاحتلال الفرنسي؟ يعني هايتي كانت قبل الثورة هي واحدة من اكبر المستعمرات ربحا من العبيد في العالم، يعني كان هناك حوالي 500,000 مستعبد في مزارع السكر والبن في ذلك الوقت، وكانت بتنتج محاصيل كتيرة لمين؟ لأوروبا وخصوصا فرنسا. يعني وكان المعاملة، أنا آسف في التعبير، يعني حقيرة. بلغت حقارة الاحتلال والاستعباد الفرنسي ان الكولونيل كارديو ديجان الفرنسي كان بيجيب الضيوف ويتباهى قدامهم ويقشر البرتقال ويرمي في وش او على رؤوس العبيد. طبعا جورج بيساو المعلم وزعيم التمرد جاب صاحبنا فرانسوا محرر العبيد بعد كده كما عرف في هايتي، وعينه نائب للجناح العسكري، وبدأوا يشتغلوا بقى شغل ميليشيات عنب قصاد القوات الفرنسية. وقال لهم تعالوا، والله انتوا، جاب ضباط من الجيش الفرنسي قال لهم دربوهم. انت عارف اي واحد بتاع احتلال يبيعبوه، احيانا بيحصل كده، زي ما الاسرائيليين الصهاينة بيبيعوا سلاحهم للفلسطينيين، يقول لك يا عم انا استفيد منه، وطلع على اوروبا، وده قد حدث اكتر من مرة. في صحفي كتب اسمه ادم هوشيلد قال انه توسان وفرسانه كانوا دايما بيتحركوا بسرعه البرق، اللي هي العمليات الخاطفه، اللي هي حرب العصابات، هيت اند رن، يعني اضرب واجري، فيجي يدور عليك الصبح ما تلاقيكش. دي معروفه حرب العصابات، وفي حرب المدن، وفي حرب الشوارع. ده كله خلى الدنيا يشعر الفرنسيون بالقلق، وازداد التمرد ضد الحكم الفرنسي، وبدأت قوات توسان تسيطر شوية شوية على بعض المناطق الشمالية وتتفاوض على المناطق الأخرى. واستمرت الحكاية دي لحد يعني 1795، وطبعا بدأ يبان انه له سيطرة وله دور. خلاص انتهت العمليات والتمرد والحرب الخاطفة، خلينا نخش بقى على فكرة انه والله الراجل ده عاوز يبني بلد، عاوز يعمل اقتصاد. طبعا عشان تعمل اقتصاد المحتل اللي مشي ده
بيسيب ديوله عشان تبني دولة حرة مستقرة. المستعمر ما بيستناش يا معلم. فقاد المستعمر من الخارج أو من الداخل تمرد داخلي يعني تم إخماده. التاريخ بيذكر إنه الراجل كان بيحاول يحافظ على البلد، وكان بيدور على فكرة تحرير العبيد وإن هم يكونوا جزء من الحياة السياسية وإدارة البلاد. طبعا حصل إن فرنسا رجعت تاني تعمل هجوم جامد قوي سنة 1798، لكن هو برضو هو ورفاقه تصدوا لهذا الهجوم في سنة 1799. وقال لك نعمل بقى دستور كده محندق وأبقى أنا زعيم مدى الحياة. معلم نابليون زعيم فرنسا في ذلك الوقت قال لك اسمع، هلا هو أنت هتعيش معانا كده؟ سلطتك وسعت قوي والحكاية دي مش نافعة. وقرر نابليون أن يشن حملة ضخمة جدا عليه، استمرت أسبوعين. وبعدين الدنيا يعني إيه، في 1802 الدنيا مسلكتش قوي، فقالوا له بقول لك ايه، ما تيجي نعمل محادثات سلام عشان نوقف الحرب دي. طبعا وكعادة الفرنسيين والاحتلال كانوا مجموعة من الخونة والدهاء اللي استدرجوه وقبضوا عليه وابعدوه هو واسرته وكل مساعدينه الى فرنسا. طبعا كعادة المستعمر الخونة استدرجوه زي ما قلت حضرتك وجابوه، وبعدين نقلوه على فرنسا بعد ما جوعوه واهملوه وتعبوه، يعني حطوه في قلعة الجورة في جنوب فرنسا، يعني ما استحملش، مات بعد سنة. وكان بيقول دايما لو انا كنت راجل ابيض كان العالم اهتم بيا، لكن انا كراجل اسود محدش بيهتم بيا. مات محرر العبيد في هايتي، وذكره ما زال باقي لأنه كان سائر حقيقي وواجه إمبراطورية كبيرة جدا اسمها فرنسا. وغدا نكمل مع حلقة جديدة من كلمتين ونص.